بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. بعد، يقول الشيخ رحمه الله: المسألة 16 بعد 100 من مسائل أهل الجاهلية، التناقض للحق، وذلك كما في قوله تعالى: بل كذبوا للحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وكما في قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فمن أمور الجاهلية أنهم لما كذبوا بالحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام واتبعوا أهواءهم واتبعوا آراء قادتهم ورؤسائهم وعوائد قبائلهم تفرقوا في آرائهم وفي مذاهبهم وفي عقائدهم تفرقا أدى بهم إلى التناحر والقتال فيما بينهم وتكفير بعضهم لبعض وتضليل بعضهم لبعض. وهكذا كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالتناقض والاختلاف، لأنه لا يجمع القلوب ويؤلف بين الناس إلا اتباع الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما من خالف ما جاءت به الرسل فإن شياطين الإنس والجن تجثاله وتسوقه في أودية الضلال. وأيضا الله جل وعلا يعاقبهم بهذا الاختلاف وهذا الشقاق فيما بينه. وهكذا في الإسلام، فإن من تمسك بالكتاب والسنة فإنه يكون على صراط مستقيم وعلى طريق واضح، ويحصل بذلك الائتلاف وتسود المحبة فيما بين المسلمين. فلما حدثت الفرقة والاختلاف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما حدث هذا في هذه الأمة حصلت بينهم الفرقة والشحنة والبغضة، مقل ومستكثر، حتى أدى الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا بسبب الاختلاف والافتراق
عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام لما جاءهم من عند الله، فهم في أمر مريج، مريج يعني مختلط، مختلف، لا يعرف له، لا يعرف له طريق صحيح، بل كل يدعي أن الحق معه وأن من خالفه فهو على الباطل. ولم يرجعوا إلى كتاب الله فيما اختلفوا فيه، فلو رجعوا إلى كتاب الله فيما اختلفوا فيه وحكموه فيما بينهم رجعوا إلى الصواب، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله، والرسول إلى الرسول يوم أن كان حياً، وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها. فما كان في الجاهلية من الاختلاف والافتراق والأمر المريج والشقاق البعيد، كما قال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، حصل هذا في هذه الأمة لما اختلفت وتفرقت عن الحق، إلا من رحم الله وثبته الله على كتابه وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة ولله الحمد مع ما حصل من الاختلاف والافتراق، فإنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالخير موجود في هذه الأمة، ولكن هذا الخير إنما هو باتباع الكتاب والسنة والتمسك بهما والصبر، الصبر عليهما، الصبر على الأذى فيما يلقى المتمسك بالكتاب والسنة من أذية الناس وأقوال الناس، يصبر على هذا لأنه على الحق، وما دام على الحق فلن يضره ما يقال فيه وما يؤذى به، فإن هذا يكون في ميزان حسناته. فالحاصل أن هذا مآل الاختلاف والتفرق ومخالفة الكتاب والسنة، يؤول بالناس إلى الأمر المريج في عقائدهم وفي أفكارهم وفي مذاهبهم وفي مقالاتهم، أمر مريج مختلط لا يهتدى فيه إلى حق. وقد قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن أراد النجاة والسلامة والفلاح في الدنيا والآخرة فليتمسك بهذا الصراط، صراط الله، أضافه إلى نفسه فقال: وأن هذا صراطي، أي الطريق الموصل إلى الله جل وعلا،
وإلى جنة صراطي، وقال مستقيما يعني معتدلا ليس فيه اعوجاج وليس فيه خفاء وليس فيه أي ما يخفي شيئا من معالمه، بل هو واضح. ثم قال فاتبعوه، اتبعوا صراطي أو الكتاب والسنة. ثم نهى عن اتخاذ الطرق المخالفة لهذا الطريق، ولا تتبعوا السبل. طريق إلى الله سماه صراطا يعني طريقا واضحا، صراط في اللغة هو الطريق، سماه صراطا. وأما المذاهب المخالفة سماها سبلا، سماها سبلا، ووحد صراطه وعدد السبل، مما يدل على أن السبل كثيرة لا حصر لها، تتمثل في المذاهب والأقوال والآراء والنحل التي لا حصر لها. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله يمينا وشمالا، كل يريدك أن تتبعه وأن توافقه من أصحاب هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما قرأ هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما، خط خطا معتدلا، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، فقال للخط المعتدل هذا صراط الله. هذا تمثيل للناس، تقريب للعقول بالرسم والتوضيح. ثم قال لهذه الخطوط عن يمينه وشماله وتلك سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، شيطان من الجن وشيطان من الإنس، فدعاة الضلال شياطين الإنس، ومن ورائهم شياطين الجن، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم قال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ثم قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ثم قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ثم قال إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كل هذه الآيات توضح تمام الإيضاح ما بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين هذه المذاهب والنحل. ثم إن صراط الله جل وعلا عليه صفوة الخلق، عليه الرسل، وعليه الصديقون والشهداء والصالحون، كما قال تعالى في آخر سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالذين يسيرون على هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، كما وضحهم في الآية الأخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم، وهم كل من عنده علم ولم يعمل به وعمل بخلافه. وفي
أول من يتصف بهذه الصفة اليهود، فإنهم يعلمون الحق ولكنهم لا يعملون به، بل يعملون بأهوائهم، يعملون بأهوائهم وآرائهم واتباع شهواتهم وأغراضهم الدنيئة، فهؤلاء مغضوب عليهم. ثم قال: ولا الضالين، وهم الذين ليسوا على علم ولا على هدى، وإنما يعبدون الله بالجهل والضلال والبدع والخرافات. وفي مقدمة هؤلاء النصارى. نعم. السابعة عشرة من مسائل الجاهلية الإيمان ببعض المنزل دون بعض، كما هي طريقة اليهود. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. قال تعالى ردا عليهم: قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين؟ إذا كنتم تزعمون أنكم تؤمنون بما أنزل الله عليكم فكيف قتلتم أنبياءكم؟ هذا تناقض، فهم يتناقضون فيما يزعمون أنهم يتبعون، مع أن الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر بما والكفر بالبعض الآخر مما أنزل الله كفر بالجميع، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وكما ذكر الله عن أهل الزيغ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، لا يأخذون مما أنزل الله إلا المتشابه الذي يفسرونه بأهوائهم. والمتشابه هو المجمل الذي يحتاج إلى إيضاح وتفسير، أو يأخذونه بدون تفسير صحيح، يفسرونه هم من عند أنفسهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف عن الحق يتبعون ما تشابه منه ويقولون هذا كتاب الله نحن نستدل بكتاب الله، ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه ويوضح، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. هذا قصدهم، قصدهم فتنة الناس وصرف الناس عن الحق ولبس الحق بالباطل وابتغاء تأويله أي تفسيره. وكيف يدركون تفسيره وهم لا يفسرونه بما فسره الله به من المحكم؟ يرد المتشابه إلى المحكم. هذه طريقة الراسخين في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله. إن أريد بالتأويل ما يؤول إليه ما تؤول إليه هذه النصوص من الأمور الغيبية فهذا لا يعلمه إلا الله، فلا يعلم ما في الجنة بالتفصيل إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم ما في النار بالتفصيل إلا الله، ولا يعلم ما يكون في المستقبل إلا الله سبحانه وتعالى. أما إذا أريد بالتأويل التفسير فإن الراسخين في العلم يعلمون، فيجوز عطف الراسخين على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون ذلك. هذا إذا أريد بالتأويل التفسير ومعرفة المعنى. أما إن أريد بالتأويل ما يؤول إليه الشيء في المستقبل هذا لا يعلمه إلا الله، وحينئذ يجب الوقوف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا ابتدى كلام، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون بالمحكم ويؤمنون بالمتشابه،
ويفسرون المتشابه بالمحكم ويقولون كل من عند ربنا، وكلام الله جل وعلا يفسر بعضه بعضا ولا يتناقض ولا يختلف، ولو كاء فلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما كلام الله جل وعلا فإنه لا يتناقض ولا يختلف، فإن حصل شيء من الاشتباه والاختلاف فهذا في ظن بعض الجهال وظن بعض الأدعياء العلم، أما الراسخون في العلم فلا يتطرق إليهم شيء من ذلك، بل يردون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعضهما إلى بعض، فيفسرون هذا بهذا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم تعودوا من طريقة الذين في قلوبهم زيغ الذين أخذوا المتشابه، فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خافوا أن يصيبهم ما أصاب أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه، وهذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، يأخذون بطرف من النصوص فيما يصلح لهم ويوافق أهواءهم بزعمهم بظاهره، ويتركون المحكم الذي يفسر هذا المتشابه ويوضحه ويدل عليه. هذه طريقة الذين يريدون الفتنة ويريدون إيقاع الفرقة بين الناس. أما طريقة المصلحين الراسخين في العلم والذين يريدون الهداية للناس فإنهم يجمعون بين النصوص من كلام الله وكلام رسوله ويفسرون بعضهما ببعض، يتضح لهم الحق ويلوح لهم الصواب، وذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ففرق سبحانه وتعالى بين أهل الزيغ وبين الراسخين في العلم، وبين طريقة كل من الطائفتين. فالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه هذه طريقة اليهود، ومن تبعهم من ضلال هذه الأمة من الفرق الضالة التي تأخذ من النصوص ما يوافق أهواءها وأغراضها، أو يوافق من يطلبون رضاهم والتزلف لديهم ليحصلوا على حظ من حظوظ الدنيا العاجلة، ويفتحون لهم أبواب الرخص وأبواب الشبهات حتى يحصلوا منهم على الحظية والمكان. هذه طريقة أهل الضلال من الأمم السابقة ومن هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. نعم. الثامنة عشرة بعد المئة من مسائل الجاهلية التفريق بين الرسل، التفريق بين الرسل بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، كما هي طريقة اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كما أنهم يؤمنون ببعض الكتاب يعني ببعض الكتب الإلهية ويكفرون ببعضها، أو ببعض الكتاب الواحد ويكفرون ببعضه، هذه طريقة اليهود والنصارى ومن تبعهم من أهل الضلال. كذلك في الرسل آمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم، فاليهود كفروا بعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحدوا نبوة هذين الرسولين العظيمين، واليهود والنصارى كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وجحدوها وأنكروا ما أنزل الله على رسوله من القرآن. فهذا إيمان ببعض الرسل وكفر ببعضهم،
ومن فعل ذلك فهو كافر بالجميع حتى بالرسول الذي يزعم أنه يؤمن به. فاليهود كفروا بموسى عليه السلام الذي يزعمون أنهم يؤمنون به، والنصارى كفروا بعيسى الذي يزعمون أنهم يؤمنون به لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء طريقتهم واحدة ومهمتهم واحدة، يجب الإيمان بجميعهم من أولهم إلى آخرهم، كما قال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال عن اليهود: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، لأن نبوة الأنبياء طريق واحد، فكيف تؤمن ببعضه وتكفر ببعضه ويصدق بعضهم بعضا عليهم الصلاة والسلام؟ والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، الشرائع التي هي الحلال والحرام والآداب، وأما العقيدة فهي واحدة، عبادة الله وحده لا شريك له، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه عقيدة الرسل عليهم الصلاة والسلام التي دعوا إليها واحد، وإن اختلفت الشرائع حسب المصالح والحكمة الإلهية، لكن المعبود واحد والعقيدة واحدة، فلا يجوز التفريق بين الأنبياء، لا يجوز حتى التفضيل بين الأنبياء من باب الافتخار، أن يقال نبينا أفضل من نبيكم هذا لا يجوز، إذا كان من باب الافتخار ومن باب تنقص المفضول هذا لا يجوز، أما إذا كان هذا من باب بيان فضل الله سبحانه وتعالى ومنازل الأنبياء، الله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فتفضيل الأنبياء بعضهم على بعض من باب التحدث بنعمة الله عز وجل لا بأس به، أما إذا كان من باب الافتخار وتنقص المفضول فهذا لا يجوز، لأن كل من الأنبياء له منزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء، وقال: لا تفضلوني على يونس ابن متى. فلا يجوز التفضيل بين الأنبياء من باب الافتخار، ومن باب أولى لا يجوز التفريق بينه بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم. الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بجميع الأنبياء والمرسلين، وفرقوا بين الرسل، وبذلك صاروا كفارا. ومع هذا يأتي من يدعي اليوم أن اليهود والنصارى على الإيمان وأنهم يجب التقارب بينهم وبين المسلمين وما أشبه ذلك من الدعايات الباطلة التي يسوى بها بين الإيمان والكفر. فليس هناك دين على وجه الأرض الآن يجب اتباعه إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأديان انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا من أهل الأرض إلا أن يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يبقى أديان غير دين الإسلام، فكيف يقال إن الأديان الثلاثة كلها حق وكلها يجب أن نعم كلها حق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم،
قبل أن تنسخ، قبل أن تنسخ وقبل أن يدخلها التغيير والتبديل والتحريف، كل أصولها حق. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر العالم باتباعه، وكانت شريعته ناسخة لجميع الشرائع، فلم يبقى هناك دين على وجه الأرض دين رباني إلا دين الإسلام، شاء أم أبوا. نعم. نعم. نعم، من طريقة اليهود والنصارى والوثنيين والمشركين، محاجتهم فيما ليس لهم به. لا يجوز للإنسان أن يحاج ويجادل إلا بما يعلم، أما الشيء الذي لا يعلم فإنه لا يجوز له الدخول فيه. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اليهود يدعون أن إبراهيم على دين اليهود، النصارى يدعون أن إبراهيم على دين النصارى، مع أن اليهودية والنصرانية إنما حدثت بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود أتباع موسى والنصارى أتباع عيسى، وبعثة موسى وعيسى متأخرة عن حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأزمان. هذا من الخلط والكذب في التاريخ والواقع. فلم تحاجون فيما ليس لكم به؟ ثم قال بعد ذلك: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، دينه الحنيفية وهي إخلاص التوحيد لله عز وجل، والإسلام الذي هو الانقياد لله بالتوحيد، الانقياد لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اليهود والنصارى صاروا على الشرك، متأخروهم صاروا على الشرك. تقول اليهود عزير ابن الله، وتقول النصارى المسيح ابن الله. هل هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ بل هل هذا من دين موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام؟ أبدا. ومع هذا يدعون أنهم على دين إبراهيم، ويدعون أن إبراهيم منهم. فالله أكذبهم سبحانه وتعالى. وكل ما ذكر شيئا من ضلالات اليهود أو النصارى أو المشركين ذكر أنه بغير علم، أنهم يفعلون ذلك بغير علم، لأنه لا يجوز الكلام في أمور العقيدة وأمور الدين وأمور الشرائع إلا بدليل من الوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأما تخبط في الأقوال والاعتقادات والتشريعات من غير دليل من ما أنزل الله عز وجل فإنه قول على الله بلا علم. قالوا على الله بلا علم، قالوا إنه اتخذ جل وعلا ولدا، نسبوا إليه الولد ونسبوا إليه البنات، هذا بغير علم. حللوا وحرموا من عند أنفسهم من غير علم. وكذلك أنكروا البعث من غير علم، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم. نسبوا أن الله رضي بكفرهم وشركهم، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم، كذلك وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تحرصون. ما الدليل على أن الله رضي بشرككم وكفركم؟ ما هو الدليل عندكم؟ ما هو العلم الذي تستندون إليه؟ بل إن الله أنكر الشرك، ولهذا قال بعد آية النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلو كان رضي بالشرك لما بعث الرسل بإنكاره، ما بعث الرسل بإنكاره. ربما يقولون لأن الله رآنا على هذا الشيء ولم يمنعنا منه ولم ينكر علينا. الله جل وعلا أنكر علينا وأرسل الرسل بإنكار الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولو كان الله يرضى بهذا لما أرسل الرسل بإنكاره. وهكذا كل أقوال أهل الجاهلية كلها مبنية على الظن والخرص والتخمين. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لما نهوا عن عبادة الأصنام ادعوا أن الله يعلم هذا وأن الله شاءه، ولو كان لا يرضاه لمنعهم منه. قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال الله تعالى ما لهم بذلك من علم. ما دليلكم على أن الله رضي بهذا وأحبه؟ ثم إذا شاءه قدرا وكونا فهل يرضاه شرعا ودينا؟ هذا من الخلق. الله يريد الشيء كونا وقدرا ويشاءه سبحانه، لكن لا يرضاه دينا وشرعا. فمن أين لكم أن الله رضي هذا الكفر وهذا الشرك؟ ما هو الدليل؟ الدليل على خلاف هذا، أن الله لا يرضى الكفر ولا الشرك ولا يشرعه لعباده سبحانه وتعالى. لا يريده كون، لا يريده شرعا ودينا، وإن أراده كونا وقدرا. وفرق بين الأمرين، بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية. نعم. نعم، كما ادعى اليهود أنهم على دين إبراهيم، يدعون أنهم على دين السلف وهو دين إبراهيم، وإسحاق ويعقوب، يدعون أنهم على دين هؤلاء الأنبياء، مع أنهم يناقضونهم في ذلك. فما جاء هؤلاء الأنبياء بعبادة البشر، وما جاءوا بمسبة الله التي سبها اليهود الله عز وجل، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، ما جاء بهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وما جاء الأنبياء، ما جاء عيسى عليه السلام بأنه ابن الله أو ثالث ثلاثة؟ فهم ينتسبون إلى عيسى ومع هذا يتناقضون ويخالفون. عيسى جاء بالتوحيد، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن يعبدوا الله ربي وربه، وقال وهو في المهد إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ما قال أنا ابن الله أو أنا ثالث ثلاثة. فهم يزعمون الانتساب إلى عيسى ويناقضونه ويخالفونه في العقيدة والدين، هذا من الكفر. وفي هذه الأمة من ينتسب إلى السلف
بل ينتسب إلى اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخالفها إلى آراء الناس وأقوال الناس، يتعصب لأقوال أئمته، هذا من التناقض. ينتسب إلى السلف وأنه على مذهب السلف ثم يخالف منهجهم وطريقهم. كثير من الحنفية ينتسبون إلى أبي حنيفة يخالفونه بالعقيدة، إما معتزلة وإما أشاعرة وإما ما تريدين. كذلك الشافعية، كثير من الشافعية ينتسبون إلى الشافعي لكن يخالفونه في العقيدة، ما هم على عقيدة الشافعي. كذلك الإمام أحمد، كثير من ينتسبون إليه يخالفونه في العقيدة. فهذا من التناقض أن ينتسبوا إلى السلف ثم يخالفونهم في العقيدة، في أهم شيء وهو العقيدة. إن وافقوهم في بعض المسائل الفقهية هذا لا يغني ولا يسمن من جوع، ما داموا يخالفونهم في العقيدة، الأصل هو العقيدة. فهذا من هذه القاعدة أو هذه المسألة التي ذكرها الشيخ عن اليهود والنصارى وعن ظلال هذه الأمة، وهي التناقض في الانتساب. يزعمون أنهم على طريقة السلف ويخالفونهم في أعز شيء وهو العقيدة والتوحيد. نعم. الحامية والإشهور بعد صدهم عن سبيل الله أن آمن به. نعم، هذا كثير في القرآن، ذكره الله عن المشركين، عن اليهود والنصارى والمشركين، أنهم يصدون الناس عن الإيمان بالله عز وجل ويبذلون كل ما في وسعهم لمنع الناس من الدخول في دين الله عز وجل. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. شعيب عليه السلام يقول لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. وقال تعالى في الكفار وهم يصدون وقال في الكفار وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. وقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وودوا لو تكفرون إلى غير ذلك من الأدلة على أن الكفار من اليهود والنصارى والوثنيين دأبهم دائما الصد عن سبيل الله. ومثلهم دعاة الضلال في وقتنا الحاضر الذين يصدون الناس عن اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اتباع المذاهب الباطلة، وينفقون الأموال الطائلة في صد الناس عن اتباع السنة وصرفهم إلى المذاهب الباطلة، مذاهب الصوفية والمبتدعة والقبورية، يدعون إلى ذلك بكل سبيل، ويعادون من يدعو إلى التوحيد وإلى اتباع السنة والكتاب. كما هو معلوم لا يفتؤون، ومن ورائهم اليهود والنصارى وسائر أئمة الكفر يحاربون الإسلام ويخططون للقضاء عليه وصرف الناس عنه بكل وسيلة بكل سبيل، إما عن طريق الإرهاب والقوة، وإما عن طريق الإغراء بالشهوات والشبهات والتشكيك في دين الله عز وجل، وإما عن طريق الأطماع وبذل الأموال للصد عن سبيل الله عز وجل. ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى: يريدون
أن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه سنة الله جل وعلا. فأهل الضلال وأهل الكفر وأهل الشر دائما وأبدا بالمرصاد لمن يريد الدخول في هذا الدين. وكم حاول المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصد الناس عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بكل سبيل، حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم حاولوا كل المحاولات أن يصرفوه، حتى جاءوا إلى عمه أبي طالب الذي كان يحميه، وعرضوا أن يعرض على محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء يريده، إن أراد ملك، إن أراد مال، إن أراد زوجات، اللي يريد، بس يترك ما جاء به. فعرض أبو طالب، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله هذا، فقال والله يا عمي لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر ما ترك، نوره الله أو أهلك دونه. هذه طريقة المشركين دائما وأبدا، صد عن سبيل الله عز وجل، ولا تزال، بل زاد شرها في وقتنا الحاضر مما يخططون ويبيتون ويدعمون من القضاء على الإسلام والمسلمين بكل وسيلة، حتى إنهم من كيدهم ومكرهم يطعنون الإسلام باسم الإسلام، ويدعمون الفرق الضالة من الباطنية والشيعة وغيرهم، يدعمونهم ويظهرون الصوفية، يدعمونهم ويظهرونهم باسم الإسلام لأجل القضاء على الإسلام، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نعم. 28 بعد 100، مودتهم بكفر من آمن. نعم، ودوا لو تكفرون. هم يحاولون أنهم يصرفون الناس عن الدخول في الإسلام، هذا في أول الأمر. فإذا عجزوا عن صرف الناس عن الدخول في الإسلام، ودوا إخراجهم من الإسلام وردتهم عن الإسلام، ولا يزالون يقاتلون، ولا يزالون ألين إلى قيام الساعة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. محاولات، يريدون رد المسلمين عن دينهم وإخراجهم من دينهم. هذه طبيعتهم وهذه خطتهم من قديم الزمان إلى أن تقوم الساعة، وهي أنهم بين أمرين: إن استطاعوا أن يمنعوا الناس من الدخول في الإسلام وتشويه الإسلام فعلوا ذلك، فإذا لم يستطيعوا فإنهم يحاولون أن يردوا من دخل في الإسلام إلى الكفر ويخرجوه من الإسلام إلى الكفر. هذا دائما وأبدا، هذا ديدنهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هذا تحذير من الكفار ومن الثقة بهم وإحسان الظن بهم والغفلة عن خططهم ومكرهم. لا نغفل عن ذلك أبدا، نكون دائما على حذر منهم، ولو أظهروا الصداقة كما يزعمون وأظهروا التقارب فإنهم يريدون بذلك صدنا عن ديننا وصرفنا عن عقيدتنا، تارة بالقوة وتارة بالإغراء والتمويه. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يودون لنا التعب والعنت ولا يريدون لنا الراحة أبدا. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم
أكبر، هكذا طريقته. نعم 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 اللي عندك الكفر من نعم هذه تأتي التي تذكر هذه ربما تأتي. نعم ثالثة من الشهور، الرابعة من الشهور، الخامسة والعشرون، السادسة والعشرون. اللي عندك اللي عندك والمسألة كم؟ المسألة الثانية والعشرون. وأنت عندك المسألة؟ تختلف النسخ؟ لا ظاهر الصحيح ما قرأته، ودتهم لكفر من آم، قل لو ودتهم الكفر والكافرين هذا معلوم من معلوم من من واقعه. نعم ثالثة من الشهور، الرابعة من الشهور، الخامسة من الشهور، السادسة من الشهور، السابعة من الشهور، الثامنة من الشهور بعد فيها العيادة والصرف والصيغة والاستهانة تحاكم من الطاغوت وتراه التدريب بين العهدين. العيدين. بين العيدين. نعم. هذه خاتمة المسائل. نعم كم؟ الأولى. الثالثة والعشرون العيافة. والعيافة زجر الطير. زجر الطير، وذلك أنهم إذا أرادوا شيئاً إما سفراً وإما زواجاً وإما بيعاً وشراءً ينظرون في حالة الطير في طيرانها في الجو، فإن طارت إلى جهة اليمين تيامنوا وعزموا على ما أرادوا، وإن ذهبت إلى جهة الشمال تشاءموا ورجعوا عن مقصودهم. هذا العيافة، العيافة زجر الطير، وهو الاستدلال بأحوال الطيور في طيرانها فيفسرون طيران الطيور إما بالتشاؤم وإما بنجاح الأمر الذي يريدونه. فهذا من مسائل الجاهل، والله جل وعلا أمرنا بالتوكل عليه، فإذا عزمت فتوكل على الله. أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشورة، أن يشاور أصحابه في الأمور التي يخفى وجه الصواب فيها ويخفى الخير فيها، يشاور أهل الخبرة وأهل العقول والتجربة، فيأخذ بمشورتهم، يشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، اعتمد على الله، لا تعتمد على الطير أو على طيران الطيور أو على أصوات الطيور، بل اعتمد على الله. إن الله يحب المتوكلين، هذه طريقة الإسلام، توكل على الله والأخذ بالمشورة في الأمور التي يخفى فيها وجه الصواب بدلا من العيافة. كذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا صلاة الاستخارة، إذا ترددت بين أمرين ما تدري أيهما أحسن، النبي صلى الله عليه وسلم أرشدك إلى أن تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم تدعو بعدهما إذا سلمت، فتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي خيرا لي
في ديني ومعاشي عاقبة أمري فيسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ربني. هكذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم اللجوء إلى الله جل وعلا، ودعاء صلاة ودعاء عبادة لله عز وجل، لأن الأمور بيد الله لا بيد الطير، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. الطرق ما هو؟ الخط في الأرض، نثر الوجع، الخرز، هذا الطرق. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله مانع. طوارق طرق، هذا هو الطرق، زجر الطير هذا هو العيافة. فيخطون أولياء الشيطان يخطون في الأرض خطوطا وينثرون الوجع ويقولون الأمر كذا وكذا، وذلك بإيحاء من الشيطان، إنما هذه الخطوط وهذه الخرزات والحصى إنما هي رموز، ولكن تعاملهم مع الشيطان مع شياطين الجن يتقربون إليهم بما أرادوا من الشرك فهم يخدمونهم، لأن الشياطين يقدرون على أشياء لا يقدر عليها الإنس، ويسترقون السمع كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرب إليهم الإنس بما يريدون من الشرك بالله عز وجل وتعظيم الجن فإن الجن يساعدونه. فهذه الخطوط وهذا الودع هذه علامات بينهم فقط، وإلا الخط وحده أو الحصى أو الخرز وحده ما يدل على شيء، وإنما اعتمادهم في هذا على شياطينهم، وهذا اصطلاح بينهم. نعم. الطيرة تقدمت وهي تشاؤم بالطيور والتشاؤم بالأشخاص والتشاؤم بالبيوت والمنازل والديار، تشاؤم، يتشاؤمون بالطيور في طيرانها، يتشاؤمون بالبومة الهامة إذا وقعت على دار أحدهم قال نعت إلي نفسي، يتشاؤمون ويتطيرون بالغربان ونعيق الغربان، ويتطيرون بالأشخاص إذا رأوا ذا العاهة كالأعمى والأعرج ومن أصابته عاهة تشاءموا وتركوا ما أرادوا فعله تشاؤما وسوء ظن بالله عز وجل، تشاؤم بالأصوات، أصوات الطيور وأصوات الأشخاص، حتى إن الأمم الكافرة تطيرت بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تطيروا بالصالحين، تطيروا بموسى، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه يعني نستحقها، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، يقولون ما شفنا منكم إلا الشر، ما جئتونا إلا بالشر، من يوم شفناكم تطيرون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعه. كذلك قوم صالح تطيروا وبأتباعه كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه أنهم تطيروا بصالح وأتباعه، لقد رسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، يعني ما يصيبكم هذا من الله وبقدر الله ما هم مني أنا، بل النبي جاء بالخير، جاء بالخير ما جاء بالشر، وأهل الخير وأهل العبادة والصلاح يحصل بسببهم الخير والبركات في الأرض، فلو خلت الأرض من أهل التوحيد لفسدت وقامت القيامة، ولهذا لا تقوم الساعة في الأرض من يقول الله الله
فإذا خلت الأرض من المؤمنين حصل الهلاك والعياذ بالله. فأهل الإيمان وأهل الصلاح فيهم الخير، ووجودهم دليل على بقاء الخير للناس، وفقدهم دليل على وجود الشر للناس. كذلك الذين تطيروا بالمرسلين في سورة ياسين كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنزل الرحمن من شيء ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم فتطيروا بالرسل. وكذلك المشركون تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم إذا أصابتهم الحسنة فإنهم ينسبونها إلى الله، وإذا جاءتهم السيئة قالوا من عندك، قالوا هذه من عندك. فقال الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. الكهانة ويدعى علم الغيب، ادعاء علم الغيب، فهناك كهان يدعون علم الغيب، تأتيهم الشياطين فتخبرهم بشيء من المغيبات فيحدثون بها الناس بما يسترقونه من السمع فيصدقونهم. والكهان كانوا في الجاهلية هم الحكام، يحكمون بين الناس، يحكمون بين الناس فيما اختلفوا فيه. والكهانة كفر بالله، قال صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هؤلاء هم الكهان، والكهانة كفر. نعم. نعم. السابعة والعشرون بعد المئة من مسائل الجاهلية التحاكم إلى الطاغوت. والمراد بالطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، وهو نوع من أنواع الطواغيت، وإلا فالطواغيت كثيرون، لكن منهم من حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله متعمدا ذلك مريدا له، هذا هو الطاغوت. وكان اليهود يتحاكمون إلى الطاغوت، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وكان المنافقون الذين يدعون الإسلام يتحاكمون إلى الطاغوت، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فشرط سبحانه صحة الإيمان بالله الكفر بالطاغوت أولا. فالذي يدعي أنه يؤمن بالله ومع هذا يتحاكم إلى الطاغوت كافر بالله عز وجل، لأنه أمر أن يكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له،
من التحاكم إلى الطاغوت تحاكم إلى العقل وترك النصوص كما عليه طوائف الضلال للجهمية والمعتزلة وكل من سار على دربهم من تحكيم العقليات وترك نصوص الكتاب والسنة. هذا من التحاكم إلى الطاغوت. ومن ذلك تحكيم المجاز في الأسماء والصفات، سماه ابن القيم من التحاكم إلى الطاغوت، الذين يقولون إن ما ذكر من الأسماء والصفات في القرآن فهو مجاز، المجاز اللغوي، هذا طاغوت، تحاكمون إلى الطاغوت، وهو ما يسمونه بالمجاز. وكذلك التحاكم إلى المناهج البشرية، مناهج الطوائف ومناهج الفرق والجماعات، تحاكم إلى هذه المناهج الضالة، هذا من التحاكم إلى الطاغوت. والواجب على كل مسلم أن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله. وكذلك تحاكم إلى الطاغوت تحكيم عوائد القبائل، تحكيم العوائد القبلية والسلوب اللي يسمونها السلوب، يحكمون بين الناس بها ولا يذهبون إلى المحاكم الشرعية ولا إلى شرع الله، هذا من التحاكم إلى الطاغوت. التحاكم إلى الطاغوت يتنوع ويتعدد بكل بحسبه. نعم. من مسائل الجاهلية كراهة التزوج بين العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأضحى، يزعمون أن من تزوج في شوال فإنه لا يوفق، وقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج عائشة في شوال ودخل بها في شوال مخالفا بذلك أهل الجاهلية. فالتشاؤم بالأيام، تشاؤم بالأيام أو بالشهور كشهر شوال أو شهر رجب أو شهر صفر، كل هذا من عوائد الجاهلية. الأيام كلها أيام الله، كلها سواء، كلها سواء. تشاؤم بيوم الثلاثة أو يوم الأربعاء ألا يتزوجون فيه، هذا من أمر الجاهلية. فلا تشاؤم بالأيام ولا بالشهور ولا بالأعوام، لأنها خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ليس لها من الأمر شيء، ولا تدل على نحس ولا على سعادة، وإنما عمل الإنسان فيها هو المعتبر، إما خيرا وإما شرا. أما هي فليست خيرا وليست شرا، إنما الخير والشر يرجع إلى عمل الإنسان فيها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. فالأيام ليس فيها عيب، إنما العيب في بني آدم وفي أعمالهم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وبهذا تمت هذه المسائل المباركة، والحمد لله رب العالمين. وكما أعلن أن الدرس سيكون إن شاء الله في جمعة الاعتقاد. نعم. المراد الجميع، المراد أننا نعرف أمور الجاهلية من أجل أن نتجنبها. وكذلك أن ندعو الناس إلى مخالفتها وتجنبها ونحذر الناس منها، هذا هو المقصود. لأنه ليس المقصود العلم فقط، بل لا بد مع العلم من العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هل
هذا ورد في الحديث إن كان الشؤم ففي ثلاث: الزوج والدابة والدار. قال الإمام ابن القيم: معنى ذلك أن الله قد يخلق أشياء من المخلوقات فيها شر، ما في شك إن. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الفلق: ومن شر ما خلق. هناك مخلوقات شريرة، قد تكون في الدابة، قد تكون في الدار، قد تكون في الزوجة، مخلوقات شريرة. فإذا وجد الإنسان شيئا من ما لا يرضاه بمخالطة هذه الأشياء فإنه يتجنب. ليس معنى ذلك سوء الاعتقاد أو التطير، لا، التطير لا يجوز، لكن إذا علم من هذه الأمور الثلاثة شيئا يكرهه وتأكد من ذلك فإن هذه تكون من الأشياء التي فيها شر فيتجنبها. نعم، مثل ما يتجنب الإنسان الأشرار ومجالس الأشرار من أجل أن يسلم من شرهم. نعم. الاختلاف ليس رحمة، الاختلاف بحد ذاته ليس رحمة، ولكن الاختلاف في مسائل الفقه من أجل الوصول إلى الحق والاجتهاد في طلب الحق هذا مأمور به ومرغب به، أن الإنسان يجتهد في طلب الحق ومعرفة ما يدل عليه الدليل، ولا يكتفي بقول فلان أو علان وهو عنده المقدرة في الوصول إلى الحق. وأمر الناس الذين عندهم أهلية للاجتهاد أمروا أن يجتهدوا في طلب الحق ولا يقتصروا على الآراء التي قيلت، بل لكل من عنده مدارك الاجتهاد يجتهد ولا يجوز له التقليد، هذا هو المقصود. فالاختلاف الفقهي هذا سائغ في حدود تحري الحق والبحث عن الحق، أما أن يعتمد على رأي فلان وفلان من أجل أنه يوافق الناس أو يوافق الرغبة ويترك قول المجتهد الآخر لأنه لا يوافق الرغبة ولا يقول متشدد وفلان كذا وفلان جامد وفلان، فهذا لا يجوز أن يؤخذ من أقوال العلماء ما يوافق الهوى ودون بحث عن دليله ودون معرفة اللي مستنده. نعم. نعم، بمعنى التوحيد، والإسلام بمعنى التوحيد، لأن التوحيد هو الإسلام، فدينهم جميعا هو الإسلام بلا شك، دين التوحيد واجتناب الشرك هذا دينهم. نعم. أما دينهم يعني من جهة الشرائع الحلال والحرام هذا يختلف بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى لكل جيل بما يناسبه، يشرع وينسخ حسب حكمته سبحانه وتعالى وما يصلح العباد في كل زمان، لكن العقيدة واحدة والعبادة واحدة لله عز وجل، لا يعبد إلا الله بما شرع، يعبد بما شرع في كل وقت بحسبه، وكل من عبد الله بما شرع فإنه موحد لله عز وجل. نعم. هذه المقولة باطلة، ولعل هذا من الذين
لا يرون العمل بالسنة، إن هناك فرقة تنكر السنة والعمل بها ويشككون فيها، فيمكن أن هذا القائل أنه من هذا الصنف أو متأثر بقولهم. لا يفرق بين الكتاب والسنة، كله من عند الله عز وجل، بشرط أن تكون السنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤمن بها ولا فرق بينها وبين القرآن من ناحية الإيمان والعمل، لأنها حق من عند الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم. هذا شيء لا بد منه، شيء لا بد منه. يتعلم الإنسان الخير ويتعلم ضده، يتعلم التوحيد ويتعلم ضده، ويتعلم الخير ويتعلم الشر. يتعلم الخير من أجل أن يعمل به ويدعو إليه، ويتعلم الشر من أجل أن ينهى عنه ويحذر منه. إذا كان لا يعرف الشر فكيف يتجنبه؟ كيف يحذر منه وهو لا يعرفه؟ لا بد من هذا وهذا. نعم. نعم، الحداثيون بما ظهر من كلامهم أنهم ملاحدة، أنهم ملاحدة ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى وينكرون الأديان، ينكرون الأديان حسب ما ظهر من كلامهم الباطل وثبت من ألسنتهم، ويستهزئون بالله ويستهزئون بالرسل وبالدين، فهم ملاحدة. نعم. ما له سنة، يعني ما له سنة. الغراب ما له سنة، التراب ما له سنة. الأمر بيد الله عز وجل، واجب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا الشيخ أخبركم الله، هناك عادة في بعض البلاد وأنه إذا رفع الغبار فوق الشجرة قريبا منه يقولون في صاحب البيت خذ هذا الغبار فإنه يجيء بالضيوف، فعلى هذا العدل من الشرك. هذه من التشاؤم بهم. الضيوف هم شر. الضيوف، إكرام الضيف هذا من دين الإسلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. الغراب ما يجيب ضيوف ولا يطرد ضيوف. الغراب طير يوقع على الشجرة لحاجته، هو يدور يبحث عن رزقه وعن الظل، ما عنده لا خير ولا شر ولا ضيوف ولا عدو ولا صديق. نعم. وغير الشيخ أخبركم الله، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أنا أشرف الخلق، هذه ما سمعنا، لكن أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لاحظ أنه قال في آخر الحديث ولا فخر. تفضيل ذكرنا هذا في أثناء البحث، قلنا التفضيل بين الأنبياء إن كان من باب الافتخار وتنقص المفضول هذا لا يجوز، وإن كان من باب التحدث بنعمة الله عز وجل فلا بأس بذلك. الله جل وعلا يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. نعم، وكل له فضيلة عليه الصلاة والسلام. نعم. استغفر الله ويتوب إليه ويكثر من الدعاء لوالديه وصدقها عنهما والإحسان إليهما
لما يصل إليهما من ثواب الصدقة والحج والعمرة والدعاء، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه وأن يخفف عنه. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.